رسم الهمزة المتطرفة. أولا تكتب على الألف إذا كان ما قبلها مفتوحا، مثل نبأ، سبأ، لجأ، مبدأ، نشأ، يملأ، قرأ، فاجأ. فهنا رسمت الهمزة على الألف لأن ما قبلها مفتوحة. ثانيا ترسم أو تكتب على الياء إذا كان ما قبلها مكسورة، مثل شاطئ، ممتلئ، هادئ، منشئ، قارئ، ملاجئ. فهنا ما قبلها مكسورا وهي رسمت على الياء. ثالثا تكتب على الواو إذا كان ما قبلها مضمومة، مثل لؤلؤ، يجرؤ، تكافؤ، تباطؤ، امرؤ. فهنا رسمت على الواو لأن ما قبلها مضمومة. رابعا تكتب على السطر إذا كان ما قبلها ساكنة، مثل نشأ، كفء، بطء، عبء، ضوء، مليء، شيء. وهنا الهمزة مرسومة على السطر لأن ما قبلها ساكنة.